صباح الخير. حقق أرسنال فوز عريض على نورويتش سيتي 4-0 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسقط بورنموث على إيد نيوكاسل يونايتد 4-1، وربح إيفرتون على ليستر سيتي 2-1، وتعرض تشيلسي للهزيمة قدام ويست هام 3-2 ليضيع على حاله فرصة احتلال المركز الثالث. وبالدوري الإيطالي ضرب الإنتر شباك بريشيا بسداسية نظيفة، وتعادل بولونيا مع كالياري 1-1، وتعادل ميلان 2-2 مع سيبال، وربح ساندوريا على ليتشي 2-1، وفيرونا على بارما 3-2، وساسولو على فيورنتينا 3-1. بالدور الإسباني ربح غرناطة 2-0 على ديبورتيفو ألافيس، وبنفس النتيجة ربح بلباو على فالنسيا، وسقط ريال بيتيس 2-0 قدام فيا ريال، وتعادل البلد الوليد وليفانتي سلبان. واليوم في عدة مباريات: دوري الإسباني إبار أوساسونا الساعة 8 مساء بتوقيت بيروت، ريال سوسيداد وإسبانيول 8:30، وريال مدريد وختافي 11. الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد وتوتنهام الساعة 8، مانشستر سيتي وليفربول الساعة 10:15. الدوري الإيطالي أتلانتا نابولي الساعة 8:30، وروما أودينيزي الساعة 11:15. وبنبقى مع أخبار كرة القدم، حيث عبر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن رغبته بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي مثل ما عمل بالموسمين الماضيين. وقال صلاح: مش ممكن كذب وقول إنه ما بفكر بالحصول على الحذاء الذهبي مرة تانية، بس بدي ساعد ليفربول على كسر رقم القياسي الخاص بعدد النقاط بالدوري الإنجليزي وتخطي 100 نقطة. متفرقات دولية: تعاقد لوس أنجلوس ليكرز مع لاعب الارتكاز جي آر سميث بصفقة انتقال حر ليجتمع مجدداً مع النجم ليبرون جيمس. أثبتت الفحوصات إصابة 4 لاعبين إضافيين بالدوري الأمريكي لكرة القدم بفيروس كورونا قبل أسبوع واحد على انطلاق المسابقة بأورلاندو. أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه زيدان استبعد النجم البلجيكي إيدن هازارد عن مباراة ختافي بالدوري الإسباني لمنحه وقت أطول من الراحة. أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين أنه ما في تهديد بإلغاء مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا بمدينة لشبونة اللي رح تستضيف مباريات البطولة حتى نهايتها. كنا مع ختام الموجز. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.